ومهرجان شعري في قصر اليونسكو لجمعية كهف الفنون ومنتدى الكلمي. مهرجان شعري للأديب والشاعر مصطفى سبيتي في قصر اليونسكو نظمته جمعية كهف الفنون ومنتدى الكلمي، وقد وقع سبيتي كتابه الأخير أرج الروي. أقامت جمعية كهف الفنون ومنتدى الكلمي في قصر اليونسكو مهرجان شعري للأديب والشاعر مصطفى سبيتي. تخللوا كلمات لكل من رئيس جمعية كهف الفنون الشاعر غاندي بودياب، الذي جسد بقصيدته الواقع اللبناني العربي من حيث الشرخ والانقسام الذي شطر حلم الوطن، مشيرا إلى شاطئي الرعب وموج الغضب وياباس الشعر وتدني القوافي. كما تطرق بودياب إلى فيضان موجات السحر وقطف الزهر وجدل الغوى ونحت الحكي عند الشاعر سبيتي، داعيا إياه إلى رسم خط المدى ورد الصدى. من كم سنة ببلادنا اشتد الشرد وصفت مثل بركة وحل، مات النحل على البرد والزهر اختفى. لمين منوجه شكر؟ للخرطش علينا فرد، للهن أموات الفكر، لا لأصحاب الوفا. كما كانت كلمات وقصائد لكل من رئيس منتدى الكلمي الشاعر إياد أبي علي والشعراء زياد عقيقي، هدى ميقاتي وعصمت حسان، الذين ألقوا قصائد وشهادات بالشاعر وبنتاجه الشعري وأثنوا على تجديده في القصيد العمودي وعلى تمسكه في الأصالة والتراث. وألقى الشاعر مصطفى سبيتي قصيدة عن معاناة الشعراء في قصائدهم، وغصت قاعة الاحتفال بنخبة من الأدباء والشعراء والفنانين وأهل القلم وذواقو الشعر والكلمة الطيبة، علما أنه للشاعر مصطفى سبيتي 8 إصدارات في الشعر والأدب والفلسفة والرواية. كم قد نقشت على الرمال قصائدي، فتفرق القراء إلا الريح، ونفحتهم أرجي أروم هناءهم، فتنافروا وكأن شذاي فحيح، ودعوتهم لسفينتي فتمنعوا وهم نجوا، وقضى غريق النوح فجوى القوافي مبرح ومعذب، والبعد عنه مفرح ومريح. كما تم في الختام توقيع كتابه الأخير أرج الروي، حيث توافد وتقاطر الحاضرون إلى توقيعه، واختتم اللقاء بكوكتيل في المناسبة.